يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فيما ورد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا إليك، هل هذا توسل بالأعمال الصالحة أو بماذا؟ هذا حديث وعنه جوابان. الجواب الأول أنه حديث فيه مقال لأنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف، والوجه الثاني على فرض صحته فإنه لا يتوسل بالتوسل إلى الله بالعمل، لأن الممشى إلى المسجد هذا عمل صالح، هو يتوسل إلى الله بعمله الصالح وهو المشي إلى المسجد. نعم.